السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سلوى من قناة سنسونة سلوى. النهاردة هنعمل مقرمشات صحية نباتية للناس اللي عندها كمان حساسية من الجلوتين. مقرمشة، سامعين صوت القرمشة؟ وأهم حاجة النهاردة اللي احنا حاسبين السعرات الحرارية. المقرمشات دي طبعا زي ما قلت نباتية من غير بيض أو حليب، وكمان من غير دقيق. هنعملها بشكلين. اول وصفة هتكون ببذور الشيا، ده شكل بذور الشيا. وتاني وصفة للناس اللي مش عايزة تعمل ببذور الشيا تقدر تستعمل بذور الكتان. اذا انا عندي وصفتين، وانتوا ليكوا الحكم او ليكوا الاختيار تختاروا ايه. السعرات الحرارية مكتوبة فوق على الشاشة. مع بذور الكتان وبذور الشيا هنستعمل حاجات بسيطة تانية عشان تديني نكهة الى حد ما. نكهة المرمشات هتكون رايحة شوية على نكهة البيتزا، فهستعمل زيتون، زيتون اخضر، او تقدري تستعملي زيتون اخضر وزيتون مثلا القلماطة او الاسباني، وكمان فلفل اخضر. والنكهات بقى بتكون على حسب رغبتك، البابريكا، الزعتر، الملح، الكمون. خليني بس اديكم معلومات غذائية عن كل حاجة نستعملها في الوصفة دي. بذور الكتان وفيها كم سعر حراري وفيها قد ايه من الالياف والدهون، ودي بذور الشيا وفيها قد ايه برضو من الدهون والالياف والسعرات الحرارية، ودي الزيتون اللي احنا هنستعمله برضو فيه قد ايه من السعرات، وكمان الفلفل الاخضر فيه قد ايه من الكربوهيدرات والدهون وكل الحاجات دي. فالناس اللي مهتمية بالسعرات وكده هتقرأ الحاجات دي وتتبسط جدا. هستعمل اول وصفة هعملها ببذور الشيا، فهجيب ربع كوباية من بذور الشيا، وعلى طول مباشرة حوالي قطعة كده من الفلفل الاخضر هقطعها كده. كل ده انا هفرمه وهطحنه، وحوالي معلقتين من الزيتون طبعا من غير بذر ولا حاجة. ودي اول وصفة هحط برضو عليها شوية من النكهات دي. انا هحط بابريكا، شوية ملح صغيرين، وشوية من الزعتر، نقدر نحط كمون، كزبرة، بصل بودرة اللي عندنا، وطبعا ما ننساش شوية من المية. المية بتكون نص مقدار بذور الشيا، فهتكون حوالي تمن كوباية من بذور الشيا. وابتدي اطحن في الكبة لحد ما تنعم معايا خالص. بعد ما تنعم هجيب اي صينية تخش الفرن واحط عليها ورقة شمع او ورقة زبدة وادهنها. مهم جدا طبعا ان احنا ندهنها. هدهنها هنا بزيت زيتون بالفرشة كده، افرده وانزل الخليط اللي احنا خلطناه. شايفين بقى حاجة اسهل من كده؟ ودي كانت اول وصفة. جايبة كوباية فيها مية، وبالمعلقة كده ببتدي افردها عشان اخليها سمكها رفيع عشان تقرمش معايا في الفرن وتستوي كويس جدا. ابلل المعلقة في المية وبعدين افرد بيها كده بدل ما استعمل ايدي او حاجة. الطريقة دي بتكون اسهل بكتير. دايما بحاول اجيب لكم الحاجات اسهل حاجة في اي حاجة. طيب احنا كده عايزين نعلم بس وصفة بذور الشيا كشكل يعني، فهحط عليها من فوق اي حاجة انا عايزاها. انا بس عشان اوريكم النتيجة في الاخر، وليك الاختيار الوصفة اللي تحبيها اعمليها. الربع كوباية عملوا لي الكمية دي، هحط عليها شوية بابريكا صغيرين. وكده اول وصفة عملناها، خليها بس توسع شوية للوصفة التانية. تعالوا برضو نعمل الوصفة التانية بنفس الطريقة. هنجيب المطحنة ونحط فيها ربع كوباية من بذور الكتان، وعليها تمن كوباية من المية، وشوية من النكهات اللي انا حباها، وكمان معلقتين من الزيتون، وقطعة من الفلفل الاخضر او الفلفل الملون اللي تحبيه. الوصفة ممكن نغير فيها على حسب الحاجة المتوفرة عندنا والحاجة اللي احنا بنحبها. وزي ما احنا شايفين السعرات الحرارية قلناها في اول الفيديو، هنبتدي نفرمها لحد ما تتفرم معايا بسهولة. ده بيكون الشكل بتاعها، نفس الموضوع في نفس الصينية. هبتدي برضو افردها طبقة خفيفة كده. نقدر نخليها ارفع من كده او نقدر نخليها سميكة عن كده. هشغل الفرن عشان انا هسويها طبعا في الفرن. هتقعد حوالي نص ساعة في الفرن. عايزة بس اعلم بتاعة بذور الكتان بالسمسم، يعني اللي عليها سمسم
هي اللي معمولة ببذور الكتان. اهو كده سويتها وخليتها تخش الفرن. بعد ما تخش الفرن حوالي نص ساعة هطلعها وابتدي اقطعها، لان هي كده مقرمشتش، هي كده يدوب كده مسكت نفسها، ولكن انا عايزاها بقى مقرمشة زي ما وريتها لكم في اول الفيديو. فنبتدي نقطعها صوابع، نقطعها مكعبات، نقطعها التقطيع اللي احنا عايزينها. يعني انا دلوقتي قطعتها، هرجعها تاني في الفرن حوالي ربع ساعة كده وهي متباعدة شوية عن بعض عشان اساعدها ان هي تقرمش. ممكن اقلبها على الناحيتين كده، يعني بعد 10 دقايق اقلبها تاني على الناحية التانية عشان تقرمش من كل الجهات. ودلوقتي استوت وسبتها بقى تقرمش تاني في الفرن. اتمنى ان هي تعجبكم وتجربوها، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني، ومع السلامة.